هل واحنا كده في فصل الخريف بيبقى في علاقه ما بين فصل الخريف والاكتئاب او الحزن او الزعل؟ سؤال كده هنطرحه مع حضراتكم في بدايه حلقتنا النهارده. هل في علاقه ما بين فصل الخريف والاكتئاب؟ هل بيحصل لنا اضطرابات مزاجيه، مود البعض كده مننا ما بيكونش في افضل حالاته اثناء شهور او فصل الخريف واحنا على ابواب الشتاء؟ علميا او الباحثين يا جمانة بيقولوا انه في نوع كده يعرف بالاكتئاب الموسمي. دايما بتيجي حاله من حالات الاكتئاب الموسمي الفتره دي، او بيسموه الاضطراب العاطفي الموسمي، اللي بيحصل مع بدايه فصل الشتاء والخريف وبينتهي في فصل الربيع. هل فعلا الكلام ده حقيقي، بيحصل كده تقلبات مزاجيه مع بدايه فصل الخريف؟ والله يا محمد انا عندي وجهه نظر هقولها لك بس بعد ما نعرف مواقع ومراكز الابحاث قالت ايه. في مواقع ومراكز ابحاث امريكيه عملت دراسات على الموضوع ده، وبتؤكد ان الاكتئاب الموسمي ده بيؤثر على 11 مليون مواطن امريكي في الولايات المتحده كل سنه. ده رقم كبير جدا، 11 مليون مواطن. وان الاصابه في الاصل بتيجي نتيجه الهرمونز او الهرمونات اللي بتتفرز في عمق الدماغ، وبتؤدي لتغيرات مزاجيه في اوقات معينه من السنه. مش بس كده جمانة، علميا كمان في مجموعه من الخبراء بيقولوا انه اكتئاب فصل الخريف الاكثر عرضه للاصابه به السيدات. يعني السيدات هن الاكثر عرضه للاصابه بهذا الاكتئاب الموسمي عكس الرجاله، اللي عندهم قدره كده ان هم يتاقلموا مع اي بقى طقس او مناخ او اي موضوع، بيعرفوا ان هم يتجاوزوا هذه الاضطرابات الخاصه بفصل الشتاء او ما يعرف بالاكتئاب الموسمي. حابب اقول لكم انه اعراض الاكتئاب دي ممكن تكون وفقا لبعض الدراسات والابحاث احساس كده بالحزن، عدم القدره على العمل، الاحساس انه حتى المهام اليوميه اللي احنا متعودين عليها بنعملها شويه بكسل، بيبقى في صعوبه في التركيز، بيكون في زياده للشهيه واحتماليه زياده في الوزن. دي بعض الاعراض اللي رصدوها الباحثين فيما يتعلق بالاكتئاب الموسمي. يا محمد انت قلقتني، لانه انا ما عدا عدم القدره على العمل انا كله عندي، يعني الباقي كله عندي. بس عامه يعني الخبر المطمئن الى حد ما ان التعافي منه سهل مش صعب، برضو ده حسب مراكز والابحاث والدراسات اللي اتعملت. يعني مثلا ممكن جدا فكره كسر الروتين اليومي اللي بنصحى نعمله كل يوم، او اللي احنا بنعمله في حياتنا كل يوم، ممارسه رياضه، ندور دايما على اي حاجه ممكن تساعدنا او انها ترسم البسمه على وشوشنا، نقابل ناس بنحبها. ومهم جدا كمان برضو على حسب التقارير العلميه ان احنا نعرض نفسنا لاشعه الشمس. مهم جدا. انا مش عارف، عندي راي كده مختلف شويه شمانة، انه الاحساس بالسعاده او التغلب على مشاعر الحزن والاكتئاب ده قرار داخلي. يعني مهما كان الطقس ممكن يكون يؤدي او يخلي الواحد كده يفكر انه يبقى حزين او يبقى في كده حاله من حالات الكسل، مفيش طاقه عنده، لكن داخليا انت تقدر توجد السعاده والفرحه، ويبقى قرار عندك ان انت لا، الاجواء ممكن تبقى اجواء كئيبه شويه زي ما بيقولوا، لكن انا قادر ان انا ابقى مبسوط وسعيد، هو قرار داخلي. انا اتفق معاك بجد والله، يعني والله انت أنا بتقرر، يعني انا معاك، انا مش ضدك. اتفق معاك. بص بقى، دي ضغوط العمل. دي ضغوط العمل اللي بنتعرض ليها كل يوم. بس على اي حال، في ناس عامه يا محمد عندها مشكله مع الشتاء. صح. وفي ناس الناحيه الثانيه انا منهم عندها مشكله مع الصيف. الخناقه بتاعت كل سنه دايما. بالظبط. فريق الصيف وفريق الشتاء. في ناس بجد ما بتقدرش تتعامل مع فكره ان الشمس ما بتبقاش موجوده بشكل قوي او ظاهره بشكل قوي في الشتاء. في ناس ثانيه بتتضايق جدا من الحر. في ناس الجو الحر بالنسبه لها بجد بيكون صعب عليها، وبجد ما بتقدرش تتحرك وما بتقدرش تمارس مهام يومها اليوميه او مهام يومها العاديه. في ناس في الشتاء بتبقى عندها نفس المشكله برضو. شايفه الحل ايه؟ يعني في الاخر وصلنا له انا ومراكز الابحاث، هو نفس الحل، انه ان احنا نحاول ان احنا نمارس رياضه، نحاول ان احنا نعمل حاجات بنحبها. صحيح. وعلى فكره حتى لو مش قادرين ننزل، في حاجات ممكن نعملها في البيت برضو. صحيح. انها تبسطنا وانها تخفف علينا خلينا نقول اعراض، مش عايز اقول اعراض الاكتئاب، ولكن اعراض الوقت
الوقت الصعب اللي ممكن نعدي بيه عشان احنا مش مستمتعين بالجو، ونفتكر ان هم 3 شهور وفي ناس تانية هيتنكد عليها برضه، يعني في ناس تانية هتسعر عادي، فهي بتلف يعني، في ناس بتتبسط في الشتاء في ناس بتتبسط في الصيف. يا رب دايما كده جمانة، يعني كلنا كده يا رب يكون مزاجنا دايما حلو ورايق وعندنا طاقة كده على العمل، ونبعد تماما او نتجاوز اي مشاعر سلبية فيها اكتئاب او حزن. يا رب كده يومكم كله خير وسعادة ورضا، والرضا ده مهم جدا، الرضا ده ضد ده اهم حاجه، ده اهم من القرار ده اهم من القرار، دي حقيقة. صيف او شتاء او خريف، ولكن على اي حال يا محمد انا وانت قلنا ارائنا اللي ملهاش اي علاقه بالعلم عامه، دي اراء شخصيه، لكن هنتكلم في الموضوع ده يعني بالتحديد خلال حلقتنا النهارده، فخليكم معانا وتابعونا عشان نعرف هل ده فعلا الاكتئاب الموسمي ده حقيقي، هل هو علمي فعلا ولا لا، انا اعرف كل التفاصيل. لكن من دلوقتي مره تانية خلينا نصبح على حضراتكم، صباح الخير والسعاده، صباح الخير يا مصر.